طبعا هي بغض النظر عن رايي تبقى القناعه للجهاز الفني بقياده المدرب عبد الغني شهد، والاتحاد اعلن بوقت سابق بانه لا يوجد فيتو على اي لاعب يكون ضمن خيارات المدرب، له الحق باختيار من يراه مناسبا للمباراتين المقبله سواء مع الامارات او سوريا، وهي مباراه الحاسمه، وبالتالي منحت الحريه الكامله للكابتن عبد الغني، وبالتالي كانت ضمن خياراته. واني يعني لا اتحفظ على اي اسم كشخص ميثم الحسن، لان هناك مباراه وديه، وستكون المباراه الوديه هي المحك الحقيقي لمن يثبت وجوده ويكون قادر على ان يكون اضافه للمنتخب الوطني. كصحفي كنت تتمنى اضافه لاعب معين؟ والله انا بالنسبه لي كصحفي يعني اتكلم بكل صراحه، اركز على دعم المنتخب لان المباراتين مهمه، فما تهمني الخيارات بقدر ما يهمني من يقدم داخل الملعب. هي جميع الى حق يحلم ويطمح ان يكون ضمن القائمه الوطنيه، ودوري كصحفي يعني يتركز على دعم اللاعبين ودعم المنتخب الوطني في مباراتين مهمه، واتمنى ان يركز جميع اعلامنا على هذا الموضوع. مباراتين مهمه على الاقل نستعيد هويه المنتخب الوطني بعد نتائج سلبيه، وكذلك التفكير بعد ذلك بالملحق. للاسف هي هناك مؤشرات طبعا، يعني احنا مشكلتنا يا اخي مشكلتنا صارت بالاعلام انه مع او ضد، بغض النظر ان كان اللي انت تتعامل معه بهذه الطريقه المع او ضد، انه هو يمثل الوطن ويمثل المنتخب الوطني، وهنا انسحبت السجالات والمشاكل الشخصيه على قائمه المنتخب الوطني ومع الاجهزه اللي تقود المنتخب الوطني، وهذا موضوع كبير جدا يعني يحتاج الى جلسه حقيقيه مع الذات بالنسبه لنا كاعلام، لانه مهمه الوطن مقدسه، لا يمكن مجرد التفكير انه انت تنتظر سقوط المنتخب الوطني في مباراه وخساره حتى تنال من بعض لاعب عندك مشكله وياه او مدرب عندك مشكله وياه. القضيه اكبر مما يتصور البعض انه هي خلافات شخصيه. نعم اتفق وياك، بعض النفوس المريضه متواجده رغم انه في العلن يتحدث لك انه نحن مع المنتخب الوطني، لكن انت كسلوكيات ما نلمس هذا، نشوف انه دائما في مشكله او خلق مشكله قبل مهمه المنتخب الوطني وقبل مباراه حاسمه، وبالتالي هذا ينطيك مؤشر انه هو ضد المنتخب الوطني. من يتحدث انه هو مع المنتخب عليه ان يدعم بشكل صحيح لا ان يخلق المشاكل في كل مهمه.